الحمد لله يا ربي، هذا بفضل ربي سبحانه وبفضل مجهودات اللاعبين. الحمد لله كنا مركزين اليوم في المقابلة، وزدنا نقولوا بلي الحظ كان معنا، عرفنا كيفاش نسيروا اللقاء، عرفنا وقتاش نماركيو للفريق الخصم. الحمد لله نظن نتيجة مرضية ونتيجة اللي كنا نستناو فيها بالرغم من تلقينا الهدف، لكن الحمد لله مازال 90 دقيقة إن شاء الله في الجزائر، إن شاء الله نكونوا رجالة وندخلوا التاريخ. رجل اللقاء شيخ. السلام عليكم. أول حاجة نشكر الأنصار اللي جاوا معنا اليوم، اللي ديبلاصاو معنا، نهديو لهم هذا الفوز. والحمد لله في ظروف مناخية صعبة جدا. هذه هي لافريك. الحمد لله ربحنا الخبرة في افريقيا مع مدرب اللي عنده خبرة كبيرة في لافريك. إن شاء الله احنا بقاتنا 90 دقيقة اللي راه لازم علينا نمدوا اللي علينا باش نفرحوا الأنصار تاع الاتحاد العاصمة إن شاء الله. كلمة لجماهير الاتحاد. الكلمة الأنصار تاع الاتحاد معروفين، في يوقفوا معنا في المحنة المليحة ولا في مش مليحة. احنا ان شاء الله نهديو لهم هذا، لازم نهديو لهم هذا الفوز ان شاء الله، نهديو لهم لاكوب السمانة الجاية ان شاء الله.